متفائلين خير. واذا كان المنتخب السعودي بيشوف هذا الكلام اللي انا راح اقوله الحين، يا شباب شدوا حيلكم، نبغى نشوفكم اقوى في المباريات الجايه. احنا غير راضين المباراه هذه، مباراه مع عمان الحمد لله تمام، وان شاء الله باذن الله تعالى من هذا المنبر من قناتكم الجميله الشارقه الرياضيه ان شاء الله ما ياخذ الكاس الا المنتخب السعودي، مع احترامي لكل المنتخبات، لانه في تفاؤل عندي انا خير ان شاء الله ان احنا بناخذ الكاس. قطر على راسنا من فوق طبعا. هل تعتقد انه منطقي تفوز بهدفين لصفر وتسجل هدف ثاني في اخر 10 دقائق ضد منتخب يلعب 9 لاعبين، انت لعبت 40 دقيقه ضد 9 لاعبين؟ الظروف تحكم، واعتقد ان الظروف ان شاء الله في المرات الجايه بتكون معنا باذن الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا.